الكبير يده مفتوحة للكل، وعينه تشوف الحلو قبل العفش. الكبير هو اللي يدي المحتاج ويقرب من أهله وناسه ويحبهم، حتى اللي بعيد عنهم يروح لحد عندهم ويسأل عليهم. الكبير مش هو اللي يقعد يؤمر وينهي، لا، الكبير قبل ما يبقى كبير وسط الناس يبقى كبير وسط أهله وناسه وعيلته. الكبير عمره ما يخلي الكبر يتحكم فيه ولا يدخل قلبه غيرة ولا حق. الكبير راسه مرفوعة، وطول ما راسه مرفوعة كل اللي منه راسه متبقى زي النخل في السماء عالي. هو ده الكبير. أهلا يا زينب. إيه؟ شكلك عايز أقول حاجة. مروان، أنت عارف إنه شاهد بتهتم شوية بالمزار، وأنا بصراحة كده ما تكمليش. إيه؟ تعالي يا زينب، تعالي. اقعد يا زينب. عشان تعرف إن مروان ما بيفتوش أي حاجة. عايزة تجيب شبكة، أنا جبت زيها الطقطقين. بجد؟ أيوه. وقال إن هو هيقعد في شقته القديمة. أنا فرشتها له من الألف للياء. وأقول لك على حاجة تانية. قول يا حبيبي. أنا اشتريت شقة لشاهد. أيوه. أيوه فرشتها كمان وكتبتها باسمه. بس ليه؟ ما هو كفاية شقة عزت، وبعدين فيلة بابا هي موجودة. فيلة عم عبد الله دي اللي هتلم العيلة. أي حاج يجي بالبلد يقعد فيها ويبرطع براحته. واحد يكتب على الفيلا من بره فيلا عبد الله عبد الجواد وعائلته. عرفت يا زينب؟ أنا بعرف أنت بتفكري في إيه وإيه اللي كان في بالك. هو إيه اللي كان في بالي وأنت عرفته؟ أنا بعرف يا زينب اللي مسكت يدك. من قلبك اللي بيدوبك لو بتتكلمي معايا. انت عاوزاني بدل عم عبد الله زي ما قلت لك سابق، مش كده؟ صح، هي دي الحقيقة. أنا كان نفسي إن أنت تبقى بدل بابا. صحيح إن أنا كنت عاوزة بابا يكون هو اللي بيجوز شهد الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنت موجود، البركة فيك. زينب، أنا بزعل بالكلام ده. عارفة ساعتي لما قلتي لي إن أنا مكان عم عبد الله، ساعتي كمان لما بشوف النظر دي في عينيكي بحس إن أنا أحسن راجل في الدنيا دي كلها. ما هي دي الحقيقة، أنت أحسن راجل في الدنيا دي كلها. الله عليك يا زينب، عند حسن ظنك. أنا عمري ما كنت نقطة في بير عم عبد الله، بس بحاول. هنعمل ايه؟ انت الكبير. ربنا يخليك يا حبيبتي ويسعدك ويسعد وقتك وانت واخواتك.